لعب منتخب العراق مع النرويج في مباراة في كرة القدم، وهذه لقطات من المباراة. والجدار النرويجي وكرة يرفع أحمد، هجمة سريعة لصالح فريق النرويج، تلعب الأرض الخطرة، هذه لا زالت الخطورة مستمرة، هدف لصالح فريق النرويج، هدف من هاجن رقم 9 لصالح الفريق العراقي، وضربة الزاوية اللعب حسين سعيد، حسين سعيد، هذه هجمة لصالح الفريق العراقي، حسين سعيد، الله 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 الله، حسين سعيد ناطق.